والله بلشت كالعادة من الطفولة، أحلام الطفولة والأمور زي هاي، يعني نكون شاهد التلفزيون نشوف اختراعات، فهالشغلة لفتت نظري. زي ما في كثير شباب أو أطفال نحكي كانت تلفت نظراتهم أمور أخرى، أنا بالنسبة إلي كان موضوع الاختراعات أو الابتكارات أو الروبوتكس والأمور هاي ملفتة جداً لإلي. كنت عادي هاوي، هي أحد هواياتي، وكنت أحب مثلاً عادي السباحة، العزف، وما زلت لحد الآن. فبلشت أطور في هالموهبة. طبعاً كنت يعني أحب مثلاً أشياء كثيرة، أجمع قطع، أفكك قطع من هالأمور، وكنت يعني نحكي ما في عندي هدف لسه، بس إنه بكتشف عمالي. أنا بصراحة في المدرسة يعني كنت مثلا في حصة ألفي، أنا بالعكس أنا بحب الجغرافيا والتاريخ والأمور هاي في الوقت الحالي، ولكن في أيام المدرسة ما كانت تلفت نظري، ما كانت هالأمور كلها تلفت نظري. كنت متى أصحصح أو يعني دائما خلص نحكي في حالي، ما أشارك ولا أي إشي، بس متى أصحصح؟ لما تكون في حصة تكنولوجيا أو علوم، تشوفني أنا أول واحد دائما يعني يحكوا مع، مش معقول هذا الجمال، هو نفس اللي بحضر معنا باقي الحصص. وعملت، كنت أعمل مشاريع، عملت أول مرة لأستاذ العلوم بطارية من قطع عملات ومي وملح ومن هالأمور، عملت ساعة فحص، فكان الأستاذ يعني منبهرين فيها، فكانوا يعطوني حافز، كانوا يعطوني دائما دافع، يحكوا لي جمال أنت عندك شيء مميز. اليوم معظم الطلاب في بداية الجامعات والأغلب لما بدهم يدخلوا تخصصات بيكونوا مشتتين وبغيروا كثير تخصصات، وما عندهم مع الأسف بيكون وجهة معينة، لكن بفضل الله أنا شخصياً كانت عندي وجهتي معروفة. ليش؟ لأنه خلص من وأنا صغير في هالطريق، بحب هالمجال، ففي الجامعة ليش ما أدخل هالمجال إذا أنا عارف أنه راح أبدع فيه؟ فكنت دايركت يعني للجامعة لتخصص، نحكي لتخصصات الكهرباء، كنت لازم أختار منها تخصص، واخترت الأتمتة الصناعية. الأهم من الدراسة في الجامعة، نعم الجامعة لها فضل، ولكن الأهم من الجامعة دائما اللي هو انت كيف تشتغل على شخصيتك، كيف تشتغل على نفسك خارج الجامعه وقبل الجامعه، كيف بتهيئ نفسك، فهذا يعني اهم من التدريس في الجامعه كله. انا بحب التكنولوجيا وبحب الابتكارات والامور هاي والروبوتات وهالدواوين، وحكيت انه انا ما كانت واضحه طريقه، كنت بس بتعلم وبجمع قطع على قطع وهيك، ولكن المواقف اللي بتصير في حياتك، وزي ما بيحكوها الحاجه ام الاختراع، واحنا الاختراعات دائما تيجي من مشاكل، لانه الاختراع او الابتكار هو حل لمشكله. فانا واجهتني بعض المشاكل، احد هاي المشاكل اللي هي وانا كنت متطوع طبعا في الاسعافات الاوليه في مناطق التماس اللي بيحدث فيها مواجهات بين جنود الاحتلال والشبان الفلسطينيين. طبعا كنت اواجه حالات اختناق في الغاز، فما كنت اقدر استخدم يعني ما كان مسموح لنا اصلا نستخدم اسطوانات الاكسجين في هالمناطق، لانه كان يصير فيها اطلاق نار، وممكن خطوره انفجار اسطوانه الاكسجين تحت اطلاق النار تسبب لكوارث. فواجهني قصة إنه كان في شخص ملقى على الأرض في وسط غازات، سحابة كبيرة من الغازات، اضطريت إني أحمل هالشخص وأنقل لبر الأمان، يمكن مسافة 200 متر. هاي المسافة يعني نتيجة نقلي لإله في هاي المسافة داخل الغازات السامة وهو بيستنشق في الغازات، أدت لمضاعفة حالته للأسوأ، لحد ما وصلت إلى سيارة الأسعاف طبعا، وأدى لكمان عبء كبير على المسعف، هو جهد كبير، يعني أنا أسعفته وأنا ضليت مكاني ما قدرت أقوم، لأنه كثير يعني كانت المسافة طويلة وغاز والقناع التقليدي اللي أنا لابسه، ولكن تكونت هالفكرة من حاجة لما أنا احتجتها، رسخت كل علمي وكل الأشياء اللي أنا اكتسبتها والمواهب في هالجهاز لحتى أخدم فئة معينة من الناس. Thank you.
بصراحة هذا الجهاز أنا صنعته، ولكن بحكيها دائما إنه مش بسهولة، بصعوبة كبيرة لشح الموارد اللي نحكي الموارد اللي هي القطع والمعدات الإكويبمنت ما كانت متوفرة كل إشي بشكل كبير. فأحيانا أنا في ابتكاراتي أو في المشاريع اللي أنا بعملها، وأعتقد معظم الطلاب بيشتغلوا بهالطريقة أو معظم الأشخاص في فلسطين بدهم يعملوا جهاز، بلجأوا لموضوع إعادة التدوير. فأنا لجأت لموضوع إعادة التدوير، تدوير القطع لحتى أحقق بعض القطع اللي أنا كنت بحاجتها اللي ما تمكنت من إني أوفرها. فالجهاز يعني في بعض المكونات، في مضخات هواء، في قسم للفلترة، في كمان عندك دواء المساعد لفتح مجرى التنفس أو المساعدات اللي بتساعد على توسيع مجرى التنفس، في كمان متحكمات إلكترونية لحتى إنه لما ألبس المصاب القناع في حال بعمل شهيق يضخ له هواء، في حال بعمل زفير يوقف في ضخ الهواء عن طريق حساس الضغط. في عدة أمور طبعا بيشتغل عليها الجهاز، يعني بتلاقي فيه ميكانيك، برمجة، ديزاين، كل إشي بتلاقي فيه. انت لما بدك تشتغل مع تيم، اول شيء راح الوقت راح يزيد، ثاني شيء التكلفه راح تزيد، ثالث شيء بدك تجمع خبرات، وكمان ممكن هالتيم اللي بدك تجيبه، انا صنعت الجهاز على راحتي على مده سنه، ممكن اذا بدك تجيب تيم بدك تضغط حالك لحتى انك تعمل هالجهاز. وبصراحه انا كان عندي امور كثيره، يعني انا عندي يعني انا مقسم حياتي، حياه شخصيه يعني امور الشخصيه في حياتي العمليه والتعليم، فانا مقسم حياتي لهالاجزاء، فما ممكن اني اخلي كل شيء على حساب شيء، فلهيك اخذ معي الجهاز وقت. فنعم صنعته من الألف للياء لوحدي بدون أي مساعدة الحمد لله. في فلسطين أنا حاولت بصراحة، وانا يعني بعطي النسبه الاكبر دائما لبلدي، يعني انا ببدي بلدي، حتى انا بعرف انه برا ممكن يفيدوني بشكل اكبر، ولكن انا بعطي النسبه الاكبر لبلدي وبحاول افيد بلدي قدر الامكان. ولكن في النهايه اذا العبء علي بده يزيد، واذا مشروعي بده يوقف لانه الوضع صعب، لا انا بنطلق للخارج لحتى احقق مشروعي، واكيد راح يكون ان شاء الله خير لبلدي في النهايه. طبعا بلشت فكرة اللي هو اليوم اسمه سمارت إلكتريك ويل تشير، اللي هو كرسي لذوي الإعاقة الحركية إلكتروني. طبعا بلشت أصنع فيه بعد ما توجه لي طلاب من جامعة بدرسوا العلاج الطبيعي، كانت تواجههم مشاكل في المرضى ذوي الإعاقة الحركية نتيجة فترات الجلوس الطويلة لإلهم، كانت تؤدي لحدوث تقرحات ومشاكل جلدية، وكمان تخثرات في الدم، وكمان انه كانت الدورة الدموية عندهم دائما مش نشطة بسبب فترات الجلوس الطويلة. فعملت الديزاين اللي هو الكرسي، وهيأته وعملته بطريقة بحيث انه يخدم هاي الفئة ويحل هاي المشكلة. الكرسي في الحقيقة اللي أنا أول ما أنتجته كان الهدف منه هو حل المشكلة اللي بعانوا منها هاي الفئة من المصابين، اللي هي التقرحات والأمور هاي. كرسي موجود زيه خارج فلسطين، ولكن ما كان في كثير منه في فلسطين، وما بعتقد لحد الآن إنه في منه بانتشار واسع في فلسطين. فبعد ما صنعته بلشت أفكر كيف بدي أطوره وأخليه شيء مميز عن اللي في السوق. فعملت حركة فيه صغيرة، هو إنه اوكي اليوم هذا الكرسي بيساعدك على الوقوف والجلوس الموجود في السوق، ولكن في كمان مشكله، المصاب نفسه لما بده يروح ينام على سريره
كيف بده ينتقل على السرير؟ برضه راح يضطر ينادي شخص يساعده. طيب بعد ما انتقل على السرير المصاب بده يحط الجهاز في الشحن، بده يشحنه، كيف بده يعاود ينزل عن سريره ويروح يشحنه من هالكلام؟ فانا شو اللي عملته؟ عملت الجهاز بحيث انه يتوجه لسرير المصاب، يصير على شكل السرير، يرفعه وينزل المصاب على السرير تاعه. بعد تركيزي في هالمشاريع المشروعين هذول طبعا تعب كبير اكيد خلال 3 سنوات، بلشت بعدها اتقدم لمسابقات خارج فلسطين. من ابرز هاي المسابقات كانت اول شيء عمان، جبت فيها المركز الاول على الدفعه اللي انا كنت فيها، على المجال اللي انا فيه. الحمد لله كانت طبعا دول كثيره مشاركه، حوالي 48 مشروع كانوا. فبعدها اتوجهت للبحرين في 2019، سويت شاركت فيها، كان طبعا كانت عن طريق مسابقه كان اسمها رالي العرب لرواد الاعمال، اختاروا من كل بلد شخص ليمثل بلده، طبعا بعد غربله لمشاريع في كل بلد، والحمد لله يعني كان من حسن حظي اني انا اختاروني امثل فلسطين، والحمد لله رحت على البحرين وتوفقت في هذه المسابقة، وأخذت على أثرها شهادة كأفضل مخترع فلسطيني في 2019 في فلسطين نفسها. بعدها قدمت لبرنامج نجوم العلوم اللي انا بشاهده من 12 سنه، واللي هو يعني برنامج بالنسبه لي كان شيء كثير واو يعني، وكنت يعني كان هو برنامج بالنسبه لي كثير شيء رائع يعني وملهم. فتقدمت له، قدمت له ملفاتي، حطيت جزء كبير من قوتي في هالملف، والحمد لله اجاني اتصال، يعني كان اتصال مفرح جدا بالنسبه لي انه تاهلت لحتى امثل فلسطين. كانت الاف الطلبات يعني على المنصه، اجاني انه تم اختيار اسمي من بين 150 شخص، واللي دفعني شخص لجهاز عباره عن حقيبه تنفس الكترونيه مزوده بقناعين، احدهما لرجل الانقاذ والاخر للمصاب، تحتوي ايضا على ساعه مزوده بدواء مساعد لفتح مجرى التنفس، وتقوم الحقيبه باخذ جميع الغازات الضاره والمفيده وترشيحها ثم ضخ الغازات المفيده فقط عبر القناعين، وبعد ذلك عند دخول رجل الانقاذ وسط الغازات السامه لانقاذ شخص. انه يا ريت شويه نطلع على بعض الدول المتقدمه ونشوف شو الاساس التقدم اللي عندهم، راح نلاقي انه هو الابتكارات والاختراعات والحلول للمشاكل اللي هم بواجهوها. إذا إحنا وصلنا لمرحلة إنه نحل مشاكلنا بإيدنا وما نعتمد على غيرنا، هذا الشيء بيكون قمة في التطور وقمة في التقدم. نوع الفلتر هو شيء موجود في الطبيعة، خصائصه الكربون. طبعاً بخصوص الشباب وخصوصاً عندنا في فلسطين، أنا بصراحة يعني بنصحهم نصيحة هاي لله، إنه استغل فترة الشباب قدر الإمكان، يعني فترة الشباب هي استثمار. كيف أنت بتروح تستثمر في مشروع؟ استثمار. إحنا اليوم الطالب لما بيجي بيدخل على جامعة ببلش يشوف كيف بده يتوظف. نعم الوظيفة مش غلط، ولكن في شيء أحسن ممكن تفكر كيف أنت تصنع شيء ممكن أنت تنقذ نفسك فيه، ممكن أنت يعني ممكن أنت تكون شخص مميز من خلال هذا الشيء، تفيد بلدك، تفيد نفسك، تفيد عائلتك.